نستضيف معانا الدكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة السابق. دكتور مصطفى أهلا بحضرتك. أهلا مشاهدين. دكتور مصطفى، يعني في البداية خلينا نقول للسادة المشاهدين إيه طبيعة الأزمة الحالية داخل نقابة الأطباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة فندم بداية لازم نقول نقطتين مهمين جدا في البداية. يعني إيه نقابة أطباء أو يعني إيه نقابة مهنية أساسا؟ النقابة دي بيسموها منظمة مجتمع مدني، منظمة غير حكومية للمجتمع المدني، تشمل أصحاب المهنة الواحدة، سواء كانوا أطباء، صيادلة، أسنان، بيطريين، مهندسين، محامين، ما إلى ذلك. مهمة هذه النقابة إن بتكون قوة ضغط على الجهة الحاكمة لمصالح أتباعها. دي من ناحية تانية المهمة جدا، إن عشان الطبيب يعمل ويخدم المريض خدمة جيدة محتاجين ما يسمى بالأمان أو البيئة الآمنة أو الأمان الوظيفي. بمعنى إيه؟ محتاجين مكان يكون سليم آمن من لا يعتدى عليه، يكون هذا الطبيب يتم تدريبه بصورة مستمرة، هذا الطبيب يعمل بآلات وتجهيزات على أحدث مستوى، يأخذ مرتبات عادلة تكفيه، في نفس الوقت يكون عنده حماية من النظام، من النظام نفسه اللي هي الأطر الوظيفية. وده يمكن ده أسباب الاستقالة. يعني ليه موظف يستقيل؟ بيسموها بالضبط مش قادر يتمكن من عمله بصورة سلبية، هو لم يخطئ ولكنه مش قادر يقعد عمله. دي حقيقة فكرة الاستقالة. لكن حال الجزئية الثانية فندم حضرتك شفتها من شوية، موضوع إهانة الدولة للأطباء بصورة مستمرة. الحقيقة هذا مسلسل الإهانات بدأ عندنا من بدري قوي، يمكن بدأ عندنا من أول 3/7/2013، ودي كانت أول ملاحظة عندنا. بدأ يحصل عندنا قضايا الأطباء، أطباء يعتقلوا، يمنعوا من أداء العمل، منع الطبيب من أداء عمله ناحية المرضى، يعتبر قضية مهنية مش قضية سياسية، أيا كان اتجاهه السياسي، لكن كونه توقف منع قصرا عن أداء مهمته باعتقال أو بحبس أو أي أو طرد أو تشريد أو فصل أو ما إلى ذلك، ده يعتبر قضية مهنية. دي حكاية البداية. بعدها يا فندم لاحظنا حاجة، حضرتك من شوية في الفاصل جبتم بيان الانقلاب اللي هو تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى. مجلس الشورى ده اللي هو تم حله في يوم 3/7/2013 كان مفروض بعدها بثلاث ايام هيطلع قانون الكادر الطبي للاطباء، مش الاطباء بس، الاطباء والصيادله والجميع اللي عاملين فريق الطب والتمريض والاداريين ايضا. هذا القانون كان نتيجه وقفناه في نقابه الاطباء في سنه 2012، وعملنا اضرابات وعملنا مظاهرات وعملنا اعتصامات وطالبنا بالكادر، والحكومه وقتها استجابت لينا. بدا مجلس الشورى يا فندم وقتها يجهز القانون تم الوافقه عليه في مجلس الشورى، وافقه مبدئيه في بدايه شهر 6، كانت في اوائل شهر 6، واجل الى جلسه التصويت كانت في بدايه شهر 7، قام الانقلاب واتلغى مجلس الشورى وضع كادر الاطباء. دي كانت البدايه الحقيقه. بعدها بدا مسلسل الاضطهاد اللي كان في بدايه 2013. في 2014 طلع قانون جديد اسمه قانون المنظمات التنظيم العمل الصحي، هو يعني بيستعرض بياخد الكادر في نقاط بسيطه، في نقاط مهدره، ويعتبر نوع من اهدار حقوق الاطباء. وقتها حصل اضراب ثاني للاطباء، استمر يمكن حوالي 80 يوم كاملين، وفعلا تم وقف هذا القانون وعزل الوزيره. ده مسلسل مستمر لمواجهه الاطباء، مواجهه يعني غير منطقيه. الحاول الاطباء لما كنا في اضراب 2012 كنا بنطالب بكذا حاجه، والحاجات كلها مطالب تخدم المريض في الجو في المبدا الاساسي. كنا بنطالب بايه في يوم في 2012؟ كنا بنطالب بحقوق المرضى في الرعايه الكافيه وفي التامين الصحي الشامل، بنطالب برفع مهندس الصحه، بنطالب بمشروع الكادر وتامين المستشفيات. يمكن كانت من اخطر ما يمكن. الحقيقه موضوع المهندس الصحه ده بنطالب بيه من زمان لسبب، لأن منظمة الصحة احنا فوجئنا في دستور 2014 بيقول إن الصحة تاخد 3% على الأقل من الناتج، من إجمالي الناتج المحلي، تزيد كل سنة توصل للمعدل العالمي. المعدل العالمي من 7-15%. اللي لاحظناه إن منظمة الصحة كل سنة بتقل سنة عن السنة اللي بعدها، مش ثلاثة. يعني دلوقتي احنا دلوقتي 2018. مصطفى يعني شفنا مع بعض إن دي مش أول مرة. حضرتك استعرضت تاريخ طويل من التطاول الشرطي والقضائي على نقابة الأطباء، ولكن الأزمة الأخيرة، كيف سيواجه الأطباء هذه الأزمة مع القضاء ومع السلطة التنفيذية؟
الهيلث اندمي الازمه الاخيره دي تراكمات لازمات متلاحقه من فتره طويله الحقيقه. يمكن ابرزها لما ابناء الشرطه اعتدوا على الاطباء في مستشفى المنطقه التعليمي في حوالي 2016. وقتها نقابه الاطباء دعت الى جمعيه عموميه اسمها جمعيه الكرامه، وهذه الجمعيه تم حجز 13,000 طبيب ليها وملوا شارع القصر العيني، كانوا بيطالبهم بتامين المستشفيات بعز الوزير بالكرامه الاطباء بكل الامور التي تصون للطبيب بيئه عمل سالمه امنه حتى يقدم خدمه جيده للمواطنين. بعد هذه الجمعيه العموميه الحقيقه اللي حصل ان مع الاسف الشديد ان نقابه الاطباء نفسها لم تستثمر تلك الفرصه بطريقه جيده، وتم اضهاق الحراك الاطبائي في ذلك الوقت. بعدها توالت النكبات على النقابه من الدوله بصوره او باخرى. يعني حضرتك يمكن اشرت من في التقرير السابق موضوع الامارات، اكثر من امارات كمان لما كان الملك سلمان هنا في مصر في 2016 في شهر ابريل وعمل اتفاقيات تيران وصنافير، كان من ضمنها اتفاقيه قصر العيني. قصر العيني حاليا واخد قرض من الصندوق التنميه السعودي على مدى 40 سنه بضمان الارض. يعني كده القصر العيني اللي هو مستشفى المنيا الجامعي اللي في جزيره الروضه اصبح حاليا تابع للسعوديه، تحول مستشفى حكومي الى مستشفى استثماري. الحاجه الثانيه 2017 استمرت النظام الحاكم في غيه، طلع قانون اسمه تدريب الالزام للاطباء بيفترض ان الطبيب بعد التخرج لازم يتدرب ثاني عشان يشتغل دكتور. طب بيجيب مواد منين؟ يتدرب على حساب مين؟ مفيش حاجه واضحه. طبعا دي كانت واقفه. بعدها طلع قانون ثاني في مجلس الشعب، كان مشروع قانون مجلس النواب بيطالبوا من الطبيب يعني يمنع من فتح عياده خاصه طبعا بيشتغل في الحكومه. وقتها كان المطالبه طيب نحن موافقون على ذلك، ولكن بتوفير امكانيات ماليه وماديه تكفي لحياه كريمه للطبيب. فتوقف وزير الماليه قال ما عنديش فلوس، توقف القانون. بعدها ظهر موضوع اطباء التكليف، تخرج 10,000 طبيب تكليف هو الباقي بدون تعيين، لم تتح له فرصه الدراسات العليا. اطباء التكليف اعتصموا، ده كان في العام الماضي. وزاد التون بالله تطلع قوانين ثانيه تخص المرضى بدون اخذ راي النقابه، زي مثلا قانون التامين الصحي. النقابه لها اعتراضات ان هذا القانون بصيغته الحاليه يضر البيئه الطبيه لتقديم خدمه للمرضى. وزير الصحه قال للنقابه وقتها في اللائحه التنفيذيه هنلبي طلباتكم، احنا طلبات صحيحه. اللائحه التنفيذيه صدرت في بدايه شهر مايو الحالي بنفس القانون بدون اي دكتور. انا اسال حضرتك عن السبب، يعني ايه السبب؟ واضح ان في تعنت في التعامل مع اطباء مصر، تعنت من السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. ايه السبب؟ يعني انت كاحد العاملين في والمسؤولين على العمل النقابي للاطباء دكتور، ايه السبب في التعنت معاك؟ هو الحقيقه السبب الحقيقه اللي هو اي نظام استبدادي، اي نظام فاشل بالمعنى الواضح، بيرفض اي حراك مجتمعي له فكر. اي حد له فكر مرفوض ايا كان نوع فكره، يا اما يكون داخل الحظيره مهجن او يعتقل او يسجن او يهمش. الاطباء او المهندسين او حتى النقابات العماليه، ده يا فندم طلع في العام الماضي قانون سيء السمعه من مجلس من البرلمان اسمه قانون التنظيمات العماليه للعمال، حتى العمال مش المهنيين. هذا القانون بيمنع وجود نقابات عماليه مستقله، يبقى الاتحاد العام للعمال فقط اللي هو الحكومي اللي موجود. اي فكر مخالف للنظام مرفوض، دي القاعده العامه. لكن القاعده الثانيه ان النقابه حاليا فقدت زخمها من فئه اطباء حواليها، ولهذا في 2016 حضر 13,000 طبيب. من اسبوعين يوم 11 مايو النقابه دعت لجمعيه عموميه عشان طبيب الشرقيه لم يكتمل النصاب، حضر 500 طبيب فقط. فهي دي النقطه، ان مجلس النقابه مع الاطباء اصبح نوع من الانفصال، لما يعني هناك جديه او ثقه فيما سوف يقدم. دي النقطه في منتهى الخطوره. طيب دكتور، دلوقتي بعض وسائل الاعلام التابعه للنظام بتقول ان يعني انتوا بتاخدوا قرارات او بتحاولوا تلووا دراع الدوله، بتحاولوا تتصدوا القرارات في مصلحه الوطن والمواطن، وانتوا بتعطلوا هذه القرارات. يعني بيظهر الطبيب في اخر الامر على انه معادي للوطن ومعادي لمصلحه المواطن. ما هي يا فندم هي القصه كلها، احنا بنطالب بتطبيق الدستور اللي هم عملوه في 2014. عندهم ماده اسمها 18 في هذا الدستور بتقول تركز على جوده الخدمه الصحيه، عداله الخدمه الصحيه،
التأمين الصحي الشامل باهتمام بالفريق الطبي وظروف عمله. لما قلت لنا في الدستور هم عاملينه، احنا بنطلب تطبيق الدستور مش بأي حق، دي لازم نطلب أو يعني نطلب تطبيق الدستور. مادة 18 بالذات تتكلم على حق الأطباء والفريق الطبي والتمريض والعاملين في التدريب والحياة الكريمة، حق المواطنين في التأمين الصحي الشامل. يطلع التأمين الصحي يا فندم على محافظة بورسعيد الوحيدة، الجمهورية كلها بعد 15 سنة، أنهي قانون هذا؟ هذا ينفي الدستور، ينفي تلة العدالة إن هذا على محافظة الأطباء لهم قانون وبيت الجمهورية لا. بعد يعني القاهرة والجيزة والأليوبية سنة 2032 أين هي العدالة؟ ها يبقى دي النقطة الثانية، إن المادة 32 من هذا الدستور 2014 بتقول إن الدولة يعني مسؤولة عن ضمان الملكية المنشآت الصحية. إزاي يبيع للإمارات وإزاي يبيع للسعودية؟ إزاي يخصخص؟ دي نفس الفكرة. إزاي سيسي من 2016 يقول مستشفيات التكامل الصحي هيخصخصها عند 514 مستشفى واقفة، وفعلا بدأ يخصخص 70 مستشفى واخدها واخدها جزء منهم جمعية الأورمان اللي كان بيتكلم عليها من كام يوم اللي هو رئيسها معاه، ومفروض الشهر ده هيفتتحوا منه 34 مستشفى في سبع محافظات في الصعيد بعد خصخصتها. ده مخالف للدستور، فالأطباء بيطالبوا بتطبيق الدستور اللي اتعمل. هو صحيح تسأل عليه دستور نوايا حسنة، وصحيح السيسي قال ان عندنا الصحه بايظه مكان في اصل الزيت في فرنسا، قال التعليم بايظ والصحه بايظه وكل حاجه، لكن ده لا ينفي حقنا وحق المواطن، لان هي المنظومه الصحيه الطبيب والمريض والدواء والمنشاه الطبيه. الاطباء يطالبوا بحق المريض عادله على مستوى كبير من دكتور مصطفى. باختصار بعد اذن حضرتك، ايه السيناريو الاقرب للحدوث في الفتره الجايه؟ يعني تصورك ايه ان حيتم اذا ما صعد الاطباء واصرت السلطه على موقفها؟ هو حضرتك في السيناريو اللي بيقول هنعمل استقالات، فكره الاستقالات الحقيقه فكره غير مجديه. ليه؟ لان احنا عندنا في مصر مسجل في النقابه في مصر 260 الف طبيب، يعمل منهم في الصحه فعلا 40%، حوالي 90 الف فقط يعملوا في الصحه، والباقي يا اما في دول الخليج او يعملوا قطاع خاص او يعملوا في مهن ثانيه زي المقاولات والسيراميك وما الى ذلك. يبقى اذا لما انا اقول استقالات انا كده يعني بخش بسكه هو اصلا ما عندوش تعيينات، يعني دي قضيه خطيره جدا. بعدين اجلس النقابه يستقيل هيبقى الاطباء بلا نقابه، وده المطلوب تهميش النقابات اصلا، يعني اي نقابه مطلوب تهميشها، تهميشها ايه؟ خليني استقيل ولا حاجه ولا ياثر بحاجه الاستقالات الفعل زي العالم كله زي ما حصل في فرنسا وفي سويسرا وفي السويد وفي اوغندا وحتى في كينيا وفي الجزائر حاليا وفي المغرب حاليا. اضرابات جزئيه محسوبه، لا نظام ولا ضوابط بحيث تؤثر على الحكومه وتعمل لصالح المريض. دي لها قاعده عالميه معروفه جدا وده مصالح في القانون. يعني عندنا قانون العمل في 2003 تبع القانون الدولي بيتيح للاطباء والجميع العاملين حق الاضراب المنظم لردود العمل. العمل مش هيقف بس لها ضوابط. ما المعنى؟ ايه اللي ممكن يحصل اذا نفذ الاطباء تهديدهم وامتنعوا عن العمل في المستشفيات الحكوميه؟ ولا حاجه. الحكومات في لازم تعمل فيها عادي يا فندم. هو دلوقتي هي كده كلها الحكومه لا تهتم اصلا بصحه المواطن، ما تفرقش معاه. هيرجع القطاع الخاص يشتغل زي ما الوزير بيقول الاسبوع اللي قبل الماضي، بيقول ان قانون التامين الصحي الطبيب ياخد فيه 14 او ياخد فيه 1400 جنيه في اليوم من فلوس العيانين مش من الدوله. ما هي دي الفكره، هو هيرمي الحمل كله على القطاع الخاص والاطباء يسيبوا الحكومه يستقيلوا ويشتغلوا في القطاع الخاص وانتهى الموضوع. وكده تصفحت شلت الدوله ده تماما، وده المطلوب ان خلاص بقى الانفاق الصحي يوصل للصفر، وبالتالي اللي هيضر في هذا الموضوع هو المريض. يعني اللي هيضر المريض، الاطباء ممكن يسافروا دول ثانيه، ما هي هنا اللي هيضر هو المريض في الاخر. اللي هيبقى عليه الضرر هو المواطن المصري. واشكرك دكتور طبعا دكتور مصطفى جاويش وكيل وزاره الصحه السابق، شكرا لحضرتك على وجودك معنا في الميدان.